السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي كريم وأنتم الآن على قناتكم قناة علم كريم التقنية. إذا بالنسبة إلى اليوم إن شاء الله سوف نتابع مسارنا في كاميرا المراقبة. بالنسبة إلى اليوم سوف نتطرق إلى بعض أعطال كاميرا المراقبة وكيف يمكن إصلاحها. إذا سوف نرى بعض الأعطال التي تمس التيار الكهربائي والتي تمس الهارد ديسك أو الهارد درايف أو الديسك دور أو القرصون كما يسمى، بالإضافة إلى بعض الأعطال الأخرى. إذا كي لا أطيل عليكم فلنبدأ على بركة الله. إذا بالنسبة لأول عطل سوف نتطرق إليه وهو عطل الباور سبلاي. دونك تلاحظون معي علبة الباور سبلاي أو التيار الكهربائي لكاميرا المراقبة، إذا هو مشتعل. إذا سوف تلاحظون هنا كذلك بالنسبة لهذا الباور سبلاي لدينا هذه الليدات هي مشتعلة، ولكن عندما نقوم بقياس التوتر الكهربائي عند قطبين إذا تلاحظون ليس هناك تيار كهربائي، كذلك هنا 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 إلى غير ذلك. إذا بالنسبة لهذا العطل يمكن أن نقوم بإصلاح العطل. تلاحظون هذا المكتف أو كوندنساتور، إذا إنه منتفخ. يمكننا القيام بتغيير هذا المكتف أو يمكن بتغيير علبة الباور سبلاي. إذا بالنسبة لأول عطل تطرقنا إليه أول عطب تطرقنا إليه وهو عطل علبة الباور سبلاي. إذا في بعض الحالات تكون الليدات مشتعلة وكذلك الليد الخارجية لعلبة الباور سبلاي مشتعلة، ولكن ليس هناك تيار كهربائي. إذا في هذه الحالة أول شيء نقوم به بقياس قطبين السالب والموجب، هل هناك تيار كهربائي أم ليس هناك تيار كهربائي. إذا في بعض الحالات تكون هذه الليدات واحدة من هذه الليدات منطفئة. إذا عندما تكون إحدى هذه الليدات منطفئة، إذا بالنسبة للعطل الكائن أو الكمين هنا هو عطل هاد الفيزيبل. إذا هاد نقوم بتغييره. تلاحظون معي عندما أركب هاد الفيزيبل تشتعل هاد الليدة، عندما أزيله تنطفئ. إذا يمكن تغيير هاد الفيزيبل. إذا كان الباور سبلاي منطفئ عن آخره فيمكن أول شيء نقوم به هنا هو القيام بقياس هذا الفيزيبل مدخل التيار الكهربائي. إذا تلاحظ هنا أركبه تعاود ليدات الاشتغال. إذا في غالب الحالات عندما يكون لدينا مشكل في كاميرا المراقبة نقوم أول شيء بقياس هذا الباور سبلاي وكذلك قياس التيار الكهربائي عند الطرف الآخر من كاميرا المراقبة، يعني يكون لدينا السالب والموجب هنا في علبة الباور سبلاي، في الجهة الأخرى أقوم بقياس التيار الكهربائي، يعني أقوم بقياس التيار الكهربائي الموجود هنا في هذا الكونيكتور السالب والموجب لأرى هل هناك تيار كهربائي أم ليس هناك تيار كهربائي. في بعض الحالات يكون هناك خلل في هذا الكابلات. إذا بالنسبة للعطب الثاني أكثر الأعطاب الشائعة أو العطب الثاني الشائع، يكون هناك عطب في الـ DVR. إذا بالنسبة لغالبية الأعطاب في الـ DVR هناك عطب في التيار الكهربائي. إذا في بعض الحالات يكون لدينا الـ DVR مشتعل، الليدات مشتعلة، هناك صورة على الشاشة، يعني كل شيء على ما يرام، ولكن ليس هناك لا يقوم هذا الدي في ار بتسجيل على الهارد ديسك. إذا بالنسبة لهذه الحالة لدينا عدة احتمالات. إذا الاحتمال الأول وهو
التيار الكهربائي الذي يخرج من هذا المنبع الذي هو داخل الدي في ار هنا قد تكون شدته ضعيفة جدا، لا تتمكن من إمداد هذا الهارد ديسك بالتيار الكهربائي اللازم للاشتغال. إذا ما أقوم به هو قياس التوتر هنا بين القطب الأحمر والأسود ثم الأصفر والأسود، لدينا 12 فولت و 5 فولت. بالنسبة لهذا الاحتمال الأول، يعني مشكل في التيار الكهربائي. إذا حصل معنا هذا المشكل، في غالب الحالات نقوم بتغيير الباور سبلاي التيار الكهربائي، أي الشاحن الذي يقوم بمد التيار الكهربائي للدي في آر نقوم بتغييره. إذا بالنسبة للحالة الثانية، يمكن أن يكون هناك عطل في هذا الهارد ديسك. إذا هناك بعض الأعطال التي يمكن إصلاحها في الهارد ديسك، وبعض الأعطال الأخرى التي لا يمكن إصلاحها. إذا كان هناك عطل في الهارد ديسك، يعني أن هذا الدي في آر يتمكن من قراءة الهارد ديسك في البروبريتي أو في الدي في آر يمكن قراءته، ولكن لا يمكن تسجيل أو قراءة ما هو مسجل. إذا في هذه الحالة ما أقوم به هو إزالة هذا الهارد ديسك من الدي في آر، ويمكن ربطه بالكمبيوتر المكتبي ومحاولة فرمطته مثلا بالويندوز. إذا إما أقوم بفرمطته بالويندوز داخل الكمبيوتر، أو يمكن أن أقوم يمكن أن أتوفر على هذه الأداة. إذا هذه الأداة تمكنني من ربط الهارد ديسك عبر الـ USB. إذا هنا أقوم بربط هذا الهارد ديسك هنا، ثم أقوم بربط هذا البورت بالـ USB وربط الكل بالتيار الكهربائي. إذا لدينا عدة طرق. إذا هذا هو الأدابتر، يتوفر على كونيكتور SATA وتيار كهربائي لهذا الهارد ديسك SATA. إذا قلنا في هذه الحالة نقوم بفرمطة هذا الهارد ديسك خارج الدي في آر، أو نقوم بفرمطته داخل الكمبيوتر المكتبي، أو عن طريق هذا الأدابتر الذي أريتكم إياه. لدينا مشكل آخر هو نسيان كلمة المرور أو الباسورد. إذا نسينا كلمة المرور، كل ما علينا القيام به بالنسبة لهذا الدي في آر هو الدي في آر دهوة. إذا بالنسبة هنا لدينا هذه هي المذر بورد أو الكارت مير. تلاحظون هنا لدينا هذا ريسيت بوتون. إذا عندما أقوم بإدخال التيار الكهربائي إلى الدي في آر، أقوم بالضغط على هذا المكبس لمدة 10 إلى 30 ثانية، ثم سوف يقوم بإزالة الباسورد. لدينا بعض الحالات عندما أقوم بإشعال الدي في آر يعطينا بعض الأخطاء التي تتعلق بهذه البطارية، وهي بطارية الدي في آر تقوم بحفظ كل بارامتر بما فيها الباسورد، بما فيها الهارد ديسك إلى غير ذلك. إذا هذه البطارية عندما لا تشحن لدينا بعض الأخطاء التي يعطيها لنا الدي في آر. كذلك من حين لآخر يجب مراقبة هذا المبرد. إذا هذا المبرد عندما يكون الجو حارا يقوم بتبريد الهارد ديسك بطريقة جيدة. إذا بعض الأحيان يتوقف هذا
هذا الفونتيلاتور عن العمل، إذا أقوم بتغييره أو بتنظيفه من الغبار ثم يعاود العمل ثانية بشكل جيد. إذا بالنسبة لهذه الأعطاب، هي أعطاب التي تصيب في غالب الحالات الهارد، أو التي تصيب في غالب الحالات كاميرات المراقبة أو نظام كاميرات المراقبة. إذا تطرقت إلى هذه الأعطاب، قلنا تطرقت إلى أعطاب الباور سبلاي، قلنا أن الباور سبلاي يجب ألا نعتمد على هذه الليدات لملاحظة هل يعمل أو لا يعمل. إذا يجب أن نقوم بقياس القطبين السالب والموجب، هل هناك لدينا تيار كهربائي أم ليس لدينا تيار كهربائي. إذا بالنسبة للعطب الثاني الذي تحدثنا عليه هو أعطاب الهارد ديسك. إذا بالنسبة لأعطاب الهارد ديسك، هنا أعطاب تتعلق بالتيار الكهربائي. إذا في بعض الحالات لا يقوم بالتسجيل على الهارد ديسك، أو لا يعرف الهارد ديسك بالنسبة للدي في آر، نقوم بتغيير الباور سبلاي أو الشاحن الذي نربط به هذا الدي في آر. لدينا بعض الحالات الأخرى التي يجب القيام بفرمطة هذا الهارد ديسك خارج الدي في آر، وذلك عن طريق الكمبيوتر المكتبي، إما بربطه داخل الكمبيوتر المكتبي أو بربطه عن طريق هذا الأدابتر الذي أريتكم إياه. إذا بالنسبة للأعطاب الأخرى، هناك في بعض الحالات هناك بعض الكاميرات لا تظهر، رغم أن كل الكابلات هي في محلها وهي مرتبطة جيدا بالدي في آر وبعلبة الباور سبلاي. إذا في هذه الحالة يجب القيام بالقياس في الجهتين، يجب القياس التيار الكهربائي الممتد من علبة الباور سبلاي إلى الجهة الأخرى من المرتبطة بكاميرات المراقبة. دونك في غالب الحالات يكون مشكل هو مشكل التيار الكهربائي أو مشكل الكابلات التي تربط التيار الكهربائي أو الباور سبلاي بكاميرات المراقبة، أو كذلك كابل المرتبط بالبي إن سي داخل بالدي في آر أو بكاميرات المراقبة. إذا بالنسبة هنا قدمت لكم بعض الأعطاب المتعلقة بكاميرات المراقبة. إذا أتمنى أن تكون قد عمت الإفادة في بعض هذه الأعطاب. سوف أتطرق لأعطاب أخرى في حلقات مقبلة بإذن الله. أشكركم على المتابعة. إذا أعجبكم الفيديو فاضغطوا على اللايك واتركوا لنا تعليق. بالنسبة للذين التحقوا بنا فليضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب والجرس ليصلكم الجديد أو كل جديد على قناتنا. لا تنسوا الدخول إلى مدونتنا، ونشكركم على التتبع، وإلى الحلقة المقبلة بإذن الله.